اوكي وصلنا لنقطه انه يس ال ال اه بقت واضحه جدا اه ما هي الخطوه التاليه كانت ال لما وصلنا بقينا يس مم. ده كان في 2021 فده الوقت اللي انا كنت خلاص يس اللي هو انا هموت وانا كنت كذا مره وأبقى اللي هو ايه عايزه اقول له ان انا خلاص بقى عندي ده واجلها لاحسن ابقى مش متاكده من إيه احساسي ده مم. فالوقت اللي انا قلت له فيه كان هو هو اوريدي من واحنا مع بعض يعني قصدي من واحنا اصدقاء عادي وهو دايما اوريدي بي بيقول لي ان هو بيحب يعني قصدي هو مش بيتعامل كصديق تماما انا قصدي هو بيعبر لي كل التعبير وفي نفس الوقت عندي كل مواصفات الصداقه يعني وصلنا لمرحله الياس اه نعم. فهو دايما في وسط المرحله دي كان دايما بيبين يعني طول الوقت في هزار وفي كده دايما بيتكلم على ان احنا نبقى مع بعض بجد او بعد كده او كده يعني هو مم. طول الوقت مش يعني موضوع الجواز ده مش هو فتحه بعدين ده. هو, ده. هو مستمر هو بيفتحه من واحنا اصدقاء يعني آه، في الوقت اللي انا كنت يسكن كان هو ثلاث شهور ورايح آه، جات له فرصه كبيره في مارفل امريكا أيوة. لما عمل البروجكت بتاعه بتاع مون نايت ف بطوله اوسكار ايزاك وكده ف كانت بالنسبه له هزه جدا ان دي كانت خطوه هو يتمناها بقاله كتير وهو حس ان هي جايه في وقت كريتيكال جدا في أوه. علاقتنا انه مم. انا لسه حالا بقول اه وهو قدامه ثلاث شهور ويسافر لمده سنه وي مم. وفي السنه دي لإنها كورونا هو مش هيقدر يكون بيتحرك مم. لإن أي تحرك مثلا لو هو جه أي وقت بيبقى لازم يتحجز طيب. اسبوعين أوه. فهي مش بس مدة ما هيجي هو هي لازم هيقعد اسبوعين عزل كارانتينة. وهما ما عندهمش هزار في الموضوع ده فقال لي أنا أعمل إيه؟ أنا مش عارف ممكن أعتذر قلت له لأ أنت لازم تروح وكده طبعا أنا ندمت طب بعدها لما قلت له لازم تروح لأن دي كانت تحدي كبير جدا بقى في انه العلاقه هتفضل مم. يعني اللي هو بالظبط بقى من غير الوجود الزياده اللي كان عندي وقت ما كانت الدنيا كورونا وال... والشغل مريح ففي مم. ان احنا عادي يوم اه يوم لا بننزل ال... الطريقه دي يعني مم. بس فاللي هو دلوقتي بقى مهما كان عندي مهما يجي عيد ميلادي يجي اي حاجه هو كل المناسبات بكل الزعل أند داونز كل حد في بلد مم. والخناقات مم. ما بيبقاش فيه بقى المصالحه القوي اللي انتوا في وش بعض كل حاجه تليفون مم. غير بقى فرق التوقيت فكانت تشالنج جدا لان احنا مم. آه مم. نكمل بس يعني بس ده كان ده كان يعني اختبار ليكو انه في, في, في الشده دي الحب يصمد والعلاقه مم. تقوى فده بالعكس دي جت مصلحة بعدين جت مصلحة بعدين القرار بقى بتاع الفرح ده بت... بتقولي بتقولي لي انه من يناير اتاجل لجو... لجون لجون لا هو ممكن... طول الوقت ب... احنا بن... بنقرره وما بنبقاش فاهمين الفرح ده اه تحضيراته عامله ازاي؟ يعني عارفه ان الناس الطبيعيه بيحضروا مثلا للفرح مثلا تيجي تكلمي حد هيستعملي فستان فرحك مم. تقولي له انا اكتوبر 2025 مم. فرحي مم. مم. اوكي أو مثلاً عايزة الفانيو الفلاني أو حتى عايزة المكياج الفلاني بتقولي من قبلها بكتير يعني في أنا أنا عندي أنا معزومة على أفراح السنة الجاية خلاص فده عند ناس معينة منظمة أوه بطريقة كده ده بيبقى عادي فاحنا مثلاً بنقول أحمد مثلاً بيقول خلاص احنا مثلاً نبقى في فبراير فيقول شهر خمسة الجاي نصطدم بالواقع مثلاً احنا مثلاً ممكن نروح نقابل ويدنج بلانر مثلاً هو يسالنا اسئلة كتير جدا مثلا في الواتساب احنا ما عندناش وقت نرد على الشخص اللي <applause> عايزنا نقول له اجوبه احنا عايزين ايه؟ مم. الموضوع محتاج مجهود جدا على انه ما ينفعش يبقى حاجة تبقى بتحصل وسط الشغل. ايوه اه بس فكل شوية نقوم نصطدم بالواقع وفي اخر لحظة نقول لا ده احنا احنا مش لاحقين طب من دلوقتي بقى من بدري نخليها مم. اكتوبر الجاي مم. فتحصل احداث مثلا تكون بتهز العالم فهنأجل تاني. مم. ف فكده يعني والفرح الفتره دي هو التوديب يعني الحقيقي حصل له من بعد ابتدينا نوضب من بعد رمضان بس لا. فكره اللي هو الحاجات الاساسيه بتاعت حجز المكان وكده دي كنا بنحضر للمكان وكده ولا العيله بتساعد؟ لا لوحدنا. مم. <applause> احنا بنحضر لوحدنا التحضيرات <applause> هم لا بالعكس كان ارائهم نعمل في اماكن تانية وحاجات تانية عشان الموضوع يبقى <applause> اسهل احنا بنحضر احنا بس مع صحابنا الويدنج بلانرز بتوعنا كانوا صحابنا